اللي بيصير ابو حمد في هالاماكن هذه كلها. يا سلام. هذه مدرسه في منطقه جنوب الرياض، القصه قريبه، يمكن احداثها الى الان ماشيه، احداث القصه هذه. مدرسه فيها مدرسين وفيها مدير، والمدير قائد جيد، يعني ما عليه خلاف، والمدرسين هذول كلهم يؤدون عملهم بشكل صحيح. قبل كورونا بحوالي 4 شهور احد المدرسين اللي تقييمه كان عالي في السنوات اللي قبل كورونا، كان تقييمه عالي وكان له جهود في المدرسة، توفي أبوه وأصيب أخوه بمرض السرطان في وقت قريب جدا. وقام يعني الأم هو وأخوه وأبوه، أبوه توفي وأخوه مرض بالسرطان، الله يعافينا وياكم، والأم حزنت على الولد وصارت مريضة، وصار هو اللي بيرتكون عليه، الأم ترتكي عليه والولد يرتكي عليه. ويا أخوان المريض الله يعافينا وياكم، مو هو بالمريض اللي خاوي المريض، وهذا امر عظيم يعني لازم نتنبه له. فالولد هذا يودي اخوه ويجيبه ويرقد مع المستشفى، وتعرفون الله يعافينا وياكم هذا اثر على عطائه في المدرسه، فصار مره يجيب تقارير مرافقه، مره يجيب هذا، ولكن والمدير متوقف معه ما طول فتره كورونا والفتره اللي بعدها الى فتره قريبه، يعني الى ان وصل الامر ان الولد مسكين صار ما يعني يقول انا مالي وجه اروح المدرسه، فصار يخاف كثرة غياباته. فالمدير يتصل عليه ما يرد عليه، زملاء يتصلون عليه ما يرد عليه، حياة، ضيقة صدر، كآبة، كان يبي أحد ينتشله. فالمدرسين بعضهم يروح يطق الباب عليه ولكن ما يجاوب. المدير أو أسقط في يده، عنده عمل وعنده واجب لازم يؤديه ولازم يرفع عنها الموظف غياب، لأنه وقف معه لأبعد الحدود. فرفع خطاب بطي قيد أو شيء زي كذا، الرجل يعني خلاص. جاء ابو حمد، ابو حمد من المدرسين اللي في هالمدرسه القدامى، مدرس فاضل، مربي، ابو للمدرسين ما شاء الله، وصديق للمدير وصديق للجماعه كلهم. فلجأوا له، يعني هو عارف قصه هذا لكنه ما درى ان الامر وصل الى بيرفع فيه قطاع ما شاء الله. راح من البيت الرجال طق عليه ما فتح، اليوم الثاني ما فتح، اليوم الثالث يا الله فتح، ويدخل عنده في المجلس قال شوف انا ماني بطالع معك الا حل مشكلتك الان. قام يشكي له همومه ويشكي له انه معه اشياء نفسيه وامراض انه ما يقدر يواجه. قال ما هو بحل، ما انت مثل الانبياء في ابتلائهم ولا انت مثل الفلان في ابتلائه، وش اللي جاك؟ اخوك مريض خير عظيم له، امك تعبانه، صفصف عملك ورتب وقتك ورتب هذا، وباذن الله بتحل مشكله امك وبتحل مشكلتك، لا تزيد الهم ليله وتجلس انت تصيب عليهم مشكله اكبر. يوم ونص او يومين، بل انه يقولون انه رقد عنده ليله في البيت عنده، قال ما اطلع على رجلي على رجلك، بنروح المدرسه بنروح. يا ابو حمد انا مالي وجه. قال ما في شيء اسمه مالك وجه، انا ما جيت، انا تارك عيالي وتارك الدنيا كلها، انا همي انك انت ترجع لعملك وتستلم راتك وتصرف على اخوك وعلى امك. وشو اللي خلقنا ربي رجاجيل؟ نتسند على الناس، خلي الرجاجيل يتسندون علينا. ويلقط يده طال عمرك ويروح للتوجيه، ولا المعامله عندهم مو بالتوجيه، قطاع المسؤول عنه، المسؤول عن اللي يرفع لهم الغيابات، ويدخل عليهم ويجيب هذا الرجال وهذا وضعه وهذا وضعه وهذا تقارير اخوه الطبيه وهذا وفاه ابوه ما لها فتره، والرجل يمر بحاله وظروف. والله اللجنه تفهمت الامور هذه وقالت خلاص احنا بنرفع لمدير المدرسه وبنحلها بطريقه سلميه، النظام حسب النظام. فقاموا اخذوا عليه تعهد وعطوه اجراء عندهم معتاد في مثل الامور، واوقفوا المعامله على ان يتعهد بعدم الغياب والانضباط في العمل. ابو حمد قال انا كفيلكم، خذهم طال عمرك، وخذ المدرس. ويقول المدرس اللي قص لي القصه هذا الكلام الاسبوع الماضي، القصه الاسبوع الماضي، يقول دخل علينا المدرس قام يفر على الفصول، هذه الفصول وهذه لوحاتك اللي ذكرت، يقول مجمع له في الجوال الظاهر مقاطع لانجازاته خلال فتره، قال هذا ينجز الانجازات هذه ويترك المدرسة. أنت لو تخرج من يدك 5 طلاب ممتازين في السنة أنت في نعمة عظيمة، لا تفوت هالفرص. يقول فأبرز له دور المعلم ومجهوده وهالطلبة اللي بيتخرجون على يده، وذكره بإنجازاته السابقة وبناه. يقول والله يا عبد الله يعلمني المدرس اسمه سويلم الله يذكره، يقول والله أنه يسلم علي المدرس وأنه يرتعش، وإني بكيت وقمت وقبلت راس أبو حمد. يوم جفنا خوينا وشفنا اخونا جاينا في المدرسه فرحنا به فرحه عظيمه ما تتخيلون. يقول الشاهد في الكلام ان الان الحمد والشكر لله اعطي جدول 18 حصه ورجعت الامور كما هي، وبدت ثقته في نفسه، وابو حمد ما غير يراقبه وين يروح، مثل على قولة يدهينه لا تنكثين. ابو حمد هذا مطلوب، المدير ما قصر،
المدرسين راحوا له، لكن المبادرة اللي بدأ فيها أبو حمد مو مسؤول عنه إنه يروح يطق له في البيت ولا يقعد عنده يوم أو يومين في بيته عشان يطلعه. هذا دور أبو حمد نبيه في جميع الدوائر، يتفقد الناس اللي يحتاجون أنهم يعينهم ربي أو يعينهم على عملهم، يعينهم على وظائفهم، يعينهم عسكري، جندي، أي واحد زره ما تدري عن ظروفه، وقعد معه وعطى كلمتين، ترى هذا من تفريج الكرب ومن بناء المجتمع بناء صحيح. ما هي بسالفة كأنك مدرس معه في العمل ولا في المكتب توقع ويوقع وتروحون للبيت، لا يا أخوي دورك أكبر من الكلام هذا، أصلح المجتمع. إذا أبو حمد موجود في الإدارة هذه وموجود في المدرسة وموجود في المسجد وموجود، صدقني آلاف الناس تنحل مشاكلهم. هذه القصة يا إخوان مؤثرة جدا، وأسأل الله العلي العظيم أن يجزى عنا أبو حمد كل خير ويجزى حتى الناقل، أنا شكرته قلت أنت لا تقل عن أبو حمد اللي نقلت مثل هالقصص عشان نذيعها للناس ويستفيدون منها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله يوفق أبو حمد.